ايوه اه هذه اللي اقولها. فلذلك مهندس احنا نقول لما يكون المتخصص في الدراسات الغيميه يكون جهه محايده تدخل على المشروع، تكون في بدايه التصميم، ما يمنع المصمم يكون معانا، ما يمنع المالك يكون معانا، ما يمنع نستعين في حتى اند يوزر، يستعين في حاسب كميات، يستعين في اي شخص يفيدنا في المواصفات، يفيدنا في الامور هذه، ما يمنع. احنا نبي التطبيق السليم علشان اختي واخواني يشوفون فعلا الدراسات الغينية ما قاعدة نواجه اللي نواجهه الحين، لأن حتى لما بدينا الحين نطبق للأسف كان في غلط، كان في المصمم يجيب لي دراسة غينية، وكان يجيب ملف مع التصميم اقتراحات مش عارف، هذه مو دراسة غينية، هاي مو دراسة غينية، بالعكس يعني هذه يعني ضحك على الذقون للأسف، ولكن إن شاء الله راح نشوف في الفترة القادمة وجدية قاعد نشوف إخواننا في الأشرار. لازم 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 فهذا الصح، احنا هذا اللي نبيه يا اخوان، هذا التطبيق السليم، يا جماعه مو بس نطبق دراسات غينيه، احنا مو بس عملنا دراسات غينيه وملف دراسات غينيه ولا دوسيه تسلم، لا هذا مش عايزينه احنا، عمرنا ما عملنا دراسات غينيه، لكن خلينا نشوف دراسات غينيه سليمه، خلينا نشوف دراسات غينيه تجرى صح، خلينا نشوف اشركنا المصمم، خلينا نشوف اشركنا المالك، خلينا نشوف اشركنا جماعه التنفيذ، خلينا نشوف نجيب الاند يوزر، تاكدوا باذن الله راح تشوفون المشروع له جوده عاليه. تكاليف اندر كنترول، راح يكون المشروع ناجح، ما راح تواجهنا مشاكل التبديلات والتغييرات، لان خلاص احنا طلعنا من المشروع شنو نبي؟ اليوم ها؟ اي موجود اي حتى في البدايه، لكن للاسف اذا تاخرنا راح يصير الموضوع انتقاد منك لي ومني لك، فانت ما تقبلين هذا الاقتراح، لان هذا يعني انا تعبت وسويت وابدعت. تجي تقول لي غير ولا تغيري ما يصير. فلذلك اللي قاعد نقوله لما نشتغل صح تاكدوا راح تجيبون نتائج باذن الله صح. في تقييم ما يصير صح؟ هذا صح. التوجه الاول ما قبل التقييم مع الجهه المستفيده قبل ما يكون في استجابه. قلنا عناصر اللي راح يتواجدون في النظام التجاري التنفيذ راح يكونوا موجودين، التقييم راح يكونوا موجودين. بعد الوطاء يعني من جميع التخصصات اللي راح يمر عليها المشروع باللايف سايكل، فهذا هو التوجه اللي عندي. وحضورنا اليوم هم مسهلين تمام. في نقطة أشار لها مهندس، الحين يا جماعة وزارة الأشغال قاعد تشتغل مشاريع ما تكون هي مالك النهائي أو هي المستخدم النهائي لهذا المشروع، هذه هم بعد مشكلة، لأن قاعد نشوف احنا قاعد واجهنا أسكان، اليوم أسلم مسجد، اليوم أسلم سوبر ماركت، اليوم أسلم مخبر، اي مشروع اليوم اسلمه اشوف بعد شهر تكسيرات وتعديلات وتغييرات، يعني معقوله الجهه المالكه ما نقدر نقعد مع بعض قبل المشروع يا جماعه متطلبات صارتي المساجد ابيها جاي، ليش قاعد نشوف اول ما نسلم المسجد بعد اسبوعين ثلاث يبدا توسيعات وصاره، يا جماعه الخسائر اللي قاعده تصير، المشروع اليوم اصرف عليه بعد نهايته نص مليون تعديلات، هالتعديلات هذه انا اسويها في البدايه 100,000 والاول واخيرا اللي يدفع فلوس الحكومه، فلذلك احنا المفروض تكون نظرتنا يا جماعه في الوفر، الفلوس هذه كلها مصدرها واحد، مصدر الفلوس واحد، فلذلك يجب ان نحرص الجميع للاسف اللي قاعد نشوفه واحنا قاعد نشوف الاسكان اغلب مشاريعنا، اغلب مشاريعنا ايا كان سوبر ماركت، مقبر، مستشفى، مسجد، كله البيوت على طول، البيوت على طول. وشوف على فكره يعني انا اقول لك البيوت ليش؟ البيوت هذه حتى البيوت هي المفروض البيت يتسلم بعد اربع خمس سنوات. اي مواطن المفروض خلال اربع خمس سنوات من زواجه يستلم البيت، البيت اكبر منه. ولكن اللي قاعد يحصل لانه ينتظر 17 سنه، 15 سنه، اولاده متزوجين، فيدش البيت فطبيعي راح يصير له. فهذه يعني متى ما صار تداركنا التاخير اللي قاعد يصير في التوزيعات راح تتلاشى النقطة هذه،
لانه راح تدش اسره صغيره على المشروع وراح تنتظر يمكن 20 سنه علشان تبدل وتغير. احنا لا، احنا منطرين 20 سنه قبل لا نسلمه، فلذلك طبيعي يدش على البيت ويعدل. قد يسهلكم بس اعطيك الزبده. تكلفه دور حياه النظام او قطعه من جهاز هي التكلفه الكليه للتحكم والكليه واكتساب هذا النظام او ذلك الجهاز على مدار عمره الافتراضي. يا اخوان احيانا قاعد اقول انا ممكن اركب خلاط في نفسي مثلا يكون السنسر هذا شغال مجرد حطيته تطلع ميه، يعني صح يكلف يمكن 40 50 دينار اليوم. في المقابل النوع الصيني يكلف 4 5 دنانير ولكن تبدله كل 6 شهور. فزين يضف الى ذلك الماي اللي قاعده خسره. اضف الى ذلك الامور يعني حسب كل شيء. فلذلك ال 50 دينار اليوم صح دفعت انا 50 زياده يعني 45 زياده اليوم كانيشال كوست، ولكن القيس على العمر الافتراضي لهذا المشروع تاكد ان هذا الصح اني اختار هذا البديل. طيب في عده مسميات حق يعني. اوكي. عناصر التكلفه يا جماعه اللي نحسبها احنا. لما نجي نحسب تكلفه اي مشروع او عناصر المشروع نبدا نشوف تكلفه استثمار راس المال اساسا. انا راس المال الموجود عندي ممكن يكون في بنك شغال واستثمره، هذا يكون في الحسبه. اضف الى ذلك تكاليف التمويل، تكاليف التشغيل والصيانه، تكاليف الاسترداد، تكاليف التعديل والتحسين، تكاليف الاستعمال الوظيفي، تكاليف اعاده البيع. احيانا يا اخوان نعرض المستثمر يكون عنده بيدخل على المشروع، المشروع هذا حسب له كل شيء في هذا المشروع، اضف الى ذلك في الاخير المشروع بعد 20 سنه كمستثمر شو تسوي فيه؟ تبيعه. هذا رجيع في الحسبه. فلذلك نحسب كل هالامور هذه بحيث انه يكون اللايف سايكل كوست كاملا كل هالامور هذه. طيب مش كثير الورق هذا بس ما يمنع كل ثلاثة أربعة مع بعض يعني كل ثلاثة أربعة مع بعض. جدول بسيط عشان نوضح فيه. لو كل ثلاثة أربعة شو من الجدول هذا يا جماعة؟ برضه مش هام دلوقتي انه المشكلة اللي هتقابلنا دايما ان احنا نطبق الدراسة التقنية ديت امتى؟ في بلد يعني في بلادنا العربية اللي هو دايما المرسوم يطرح متأخر ويترتب متأخر ويتنفذ متأخر. احنا اليوم هنشوف في تجاوب لازم يتدرس موضوع امتى هننفذ الدراسه دي بحيث انها ما تعملش افكت كمان اكتر انها تطول مثلا. انا حطيت بحث من قبل وقلت لك متى يكون كتب في البدايه ما في اي تكاليف، في البدايه ما في تكاليف للتغييرات. أنا قلت لك في بداية المشروع لما أعمل دراسات قيمية نتاج الاقتراحات اللي نتاج هذه الدراسة تأكد أنه راح يكون مقبول لدى المالك، لدى الجهة المالكة، لدى المستثمر، لدى الناس اللي مهتمة في المشروع راح يتقبلون أفكارك والبدائل المطروحة لما تجي في بداية المشروع. لكن لما تجيني على فكرة ما تكلف شيء غير المشروع. أحيانا يا أخوان التغيير والتعديل في بداية المشروع ممكن يكون ورقة فقط لا غير، يكلفك فلس ورقة على التعديل على الورقة، واحيانا التعديل يكلف ملايين. طيب يا اخوان يستثمر مهندس طارق 800 دينار في نهايه كل سنه بواقع ربح 700، فكم يكون المبلغ لديه في نهايه السنه السادسه؟ يعني صفر اول سنه حط 800 دينار، في السنه الثانيه كم يكون عنده؟ هنا السنه الثانيه بالاضافه الى 800 كل سنه يحط 800، في نهاية كل سنة يحط 800 دينار. حلو؟ زين في الجدول هذا انا كنت حاط المعادلات وشلت المعادلات ما لها داعي. فكل سنة احط 800 الحين صار عندي السنة الثانية ارباح ال 800 دي 56 دينار
دراسه 300 صارت 1656. السنه الثالثه راح يصير عندي ارباح 1656 مضافا اليها وهكذا. طيب الجدول هذا اللي اعطيتكم اياه مجرد حتى ممكن ابعث لكم على الايميل اكسل عباره في 700 فوق النحو. مجرد ما تغير 7 او 10 او 9 حسب الفائده بالسوق، مجرد ما تغيرها تتغير الارقام معاك اللي بالجدول. فمجرد يطلع معاك تاخذ الفاكتور هذا تضربه في 800 دينار يطلع عندك في السنه السادسه 5772. فهذا بس مثال بسيط انه شلون احسب تكاليف اللايف سايكل كوست لجزء بسيط جدا. شوف هذا الجدول 700. طيب يا اخوان يا اخوات، هذا مشروع ثلاث مشاريع، هذا مستثمر يبي يخدم على احد هذه المشاريع. وجد المشروع الاول تكلفته 55,000 دينار، المشروع الثاني تكلفته 70,000 دينار، المشروع الثالث تكلفته 90,000 دينار. هذا انيشيال كوست، يدفع اليوم المبلغ هذا كانيشيال كوست. طيب يحتاج قطع غيار بعد 7 سنوات ب 5,000 دينار للمشروع الف، يحتاج بعد 11 سنة وهذا طبيعي لأن المشروع شوية أغلى أكيد يطول شوية في الصيانة والأمور هذه، يحتاج 8,000 دينار بعد 13 سنة للمشروع جيم، صيانة كل 10 سنوات 4,000 ألف، 6,000 باء، 8,000 جيم. قيمة الرجيع لهذه المشاريع 5,000 المشروع الأول، 20,000 المشروع الثالث، 35,000 المشروع الثالث. صيانة سنوية 5,000 دينار الأول كل سنة، الثاني 4,000، الثالث 4,000. عوائد سنوية كل سنة يجي لك عوائد وإيجارات، ومن هذا المشروع الأول يجي لك 3,700 دينار، الثاني 8,000 دينار، الثالث 13,000 دينار. فمفروض يا أخوان الأمور هذه نحسبها كلها ونجيبها اليوم، نجيبها اليوم التكاليف اللي 5,000 بعد 7 سنوات. عندي الجدول هذا اقدر اجيبها اليوم. ما ابي اطول بس هي سهله جدا، مجرد تاخذ فاكتور وتجيب الفلوس اليوم من المستقبل او العكس، موجوده هذه في الجدول. طيب فعقب ما تحسب الفلوس هذه كلها تجيبها اليوم، المشروع الف شو يكلفني؟ المشروع باء شو يكلفني؟ المشروع جيم شو يكلفني؟ اليوم الفلوس ممكن 10,000 بعد 10 سنوات اليوم غير فلوسها. اليوم غير 1,000 دينار بعد سنه اليوم غير. فتجيب الفلوس هذه كلها من الجدول بحيث انه يطلع وياك. شوف بعد ما سوينا يا اخوان هذا الفاكتور عندك، راح تشوفون الفاكتور 0.7 وين في 7 سنوات قدامكم موجود في الجدول. فبدينا نجيب التكاليف هذه كلها اليوم. شوف المشروع الالف، الف 71,000 دينار، مشروع باء 36,000 دينار، مشروع جيم 9,000 دينار. انا المفروض اضبط الحسبه حتى اطلعها لكم بالماينس، بعد المفروض بالماينس عشان نقول المشروع هذا افضل لي. فمن ناحيه من وجهه نظركم شنو احسن مشروع فيهم؟ اقل تكاليف، اقل لايف سايكل كوست، سي مع انه كان مع انه 90,000 مستحيل كنا نقول له روح 90,000 لو طلب مشروعتنا. ايش رايكم يا مهندسين يا جماعه؟ لا احنا كذا في السوق بس فلذلك المفروض نحسب كل شيء. تفضل. حلو. شوف انا تضخم ما دخل ترى بالحسبه، بس المفروض يدش الحسبه. اوكي. صح. فلذلك احنا حسبتنا لما نجي ندخل على مشروع او اي مشروع نجيب التكاليف بالكامل المستقبليه ونحطها اليوم، زين؟ اساس نقدر تكون مقارناتنا سليمه عشان اقارن بين المشاريع الثلاثه. في عوامل خارجيه يعني تجي تزود. حلو. هاي لازم كمان نحضر. كل شيء تقدر تدخله بالاعتبار علشان تكون مقارنتك سليمه لهذا المشروع. احنا نبي بس رؤوس اقلام يا جماعه عشان اقول لكم اللايف سايكل كوست شنو؟ ها؟ عشان ما انبهر من الانيشال كوست. هذا اللي بوصل لكم فقط لا. تفضل. هل يكتب جدول أقدر أستخدمه
طب اي قصدك هذا الجدول؟ هذا الجدول سلمك الله فوق موجود نسبه. حلو؟ النسبه هذه في اي دوله من دول العالم البنك المركزي يحكمها. حلو؟ 7% نسبه الفائده 3% 5% في كل دوله من الدول. مجرد ما تغير هل شو اسمه النسبه هذه تطلع معاك الحسبه بالكامل في كامل مشروعك. اذا تغيرت النسبه في المستقبل راح يكون التغير عليهم كلهم. ها؟ فحسبتك راح تكون سليمه. لا انت النسبه معروفه هذه خلال حساب التكاليف فقط. انا ما اتكلم عن الهمزه غير نتكلم عن بند بسيط هو حسبه اللايف سايكل كوست. حلو طيب واضح؟ ايه حلو صح صح تقدر تقدر شوف احنا اليوم انا اليوم علشان تكون حسبتي دقيقه مقارنتي سليمه حسب النسبه الموجوده عندي اي تغير يصير يكون بمعدل ثابت على الجميع ايا كان ايا كان التغير بالزود بالنقص راح يكون تاثيره ثلاثه زين بس ايوه احنا الحين نبي نوصل لمقارنه انا عندي اليوم النسبة موجودة هذه الثلاث مشاريع أطبقها بالكامل على تكاليفي إذا في عندي اقتصاديين يقدرون يتنبؤون لي في نسبة الفائدة في بعد 4 سنوات ما يمنع في ناس تساعدني في التضخم اللي راح يصير ما يمنع فلذلك احنا فقط بس عشان نوضح ان شلون استخدم هالجدول واقدر اقارن بس بين التكاليف ما يكون مقارنتي بس لمجرد انيشال كوست بس عشان توصل ها انا قاعد يا جماعه شوفوا هذا مهم جدا بس التحليل الوظيفي ها نبدا نشوف عناصر المشروع ونبدا نشوف وظيفه كل عنصر من عناصر هالمشروع هذا. نبدا تحديد الوظيفه او الوظائف لمنتج يراد تحسينه. اول شيء نشوف لكل منتج في وظيفه رئيسيه وفي وظائف ثانويه وفي وظائف ثانويه غير مرغوبه وفي يعني وفي نبدا نشوف مجال الدراسه اللي راح ندرسه علشان نطبق عليه الفاس دايجرام هذا. شنو اهداف التحليل؟ تقويم العلاقة بين الوظيفة والثمن، إيجاد منتج أو خدمة ذات قيمة عالية، تقويم البدائل للمنتج، تحديد دليل للقيمة، مقارنة التقديرات الأولية بما يقابلها. ما هو الهدف أو الغرض من العنصر؟ نبدأ نتساءل، العنصر هذا شو الهدف منه؟ أي عنصر في مشروعي أشوف الهدف من وجوده شنو؟ ما هي الوظائف التي يؤديها هذا العنصر؟ نبدأ نصنفها ثانوية، رئيسية، مرغوبة، غير مرغوبة. ما هي تكلفة كل وظيفة؟ ما هو الثمن المستحق لكل وظيفة؟ هذه أسئلة مطروحة، ما هي عناصر المشروع؟ ما هي وظائف العناصر؟ ما هي تكلفة هذه العناصر؟ ما هو المقابل لهذه التكاليف؟ ما الذي لا لزوم له؟ مركب أو أي نشاط كان؟ هل تكلفة الوظائف المختلفة متناسبة مع موقع هذه الوظيفة؟ هذه كلها تساؤلات تسألها داخل الورشة. طيب الإجراءات رسم البياني الفاز دايجرام نبدأ نعبي نماذج التكلفة ونماذج الوظائف المساحات هاي كلها نبدأ نعبيها خلال الورشة ولكن هاي مصادر المعلومات أبدأ وياكم الفاز دايجرام أهم شيء. طيب تحديد الوظائف يا جماعة يمكن تحديد الوظائف بطرح سؤال يبدأ ماذا تعمل؟ يعني ماذا يعمل هالمصباح هذا؟ إنارة حيز نقول إنارة حيز
الوظيفة هي الغرض الذي أجر من أجل المنتج أو المشروع، وتحدد بجملة مكونة من كلمتين فقط. كلمتين فقط. طيب، الأولى مصدر فعل يدل على حدث مجرد من الزمن ويدل على نشاط معين: علاج، تدريس، جمع، تطوير، إنشاء، تحريك، إيصال، إظهار، حمل، نقل. هل الأمور كلمة واحدة. الثانية اسم قابل للقياس: تحكم بحرارة مثلا، حرارة، برودة، طلبة، مدارس، مباني، ثقل، وهكذا، أمتعة مكررة، معلومة، تيار، وهكذا. زين، بحيث أن أي عنصر فقط لا غير كلمة. طيب، أعطيكم مثال بس. المصباح الكهربائي نقول إنارة منطقة، المدرس تدريس طلبة، المدرب تدريس، كل هالأسئلة هذه نطرحها، نشوف العناصر اللي عندي وأبدأ أشوف وظائفها. الباب تحكم بدخول، عمود إنشائي عمل ثقل أو نقل ثقل، ساعة إظهار وقت، وهكذا. نتحاشى أن يكون الاسم معرف بأل، مثلا تدريس طلبة بدلا من تدريس الطلبة، لأن كلمة طلبة تتيح لنا مجال بحث عن نوعية الطلبة، نبدأ نتساءل بالوجه في العصر الذهني، فقدر المستطاع نتحاشى الأل هذه. حالات نادرة نحتاج أل، مثلا تحسين الإنتاجية أو زيادة الربح، هذه نادرة جدا. نحاول تفادي أن تكون الوظيفة مثل مسمى الشيء، مثلا لا نقول وظيفة مكيف الهواء تحت تكييف هواء، ما نقول تكييف هواء مكيف، نقول تحكم بحرارة. حلو؟ تكييف الهواء ما نقول المكيف تكييف هواء، نقول تحكم بحرارة، لأن وظيفته وظيفة تكييف هواء تحد من التفكير. إذا قلت تكييف هواء يصير تفكيرنا في إيجاد بديل تكييف، تكييف، لا، أنا أبي البديل تحكم بحرارة. حيث أن ممكن أجيب بدائل جديدة. حتى يا جماعة أنا أقول لهم في الورش لما تبدأ عادي يقول حط مهفة، لا حد يضحك للثاني، قول أي شيء، حط أي شيء. في البداية يطلع معاي أفكار يعني أي شخص يقولها. فلذلك نقول العصر الذهني لا حد ينتقد، لا حد يقول لا، لا حد يقول شنو إيش المهفة، لأن من خلال التجارب وجد أن هذه الوظائف أو اللي نقول الأمور البسيطة جدا، ما بدي أقول تافهة، ننظر لها، كانت أساس لانطلاق فكرة إبداعية وإيجاد وظيفة إبداعية من خلال يعني حفزت شخص ثاني يقول المحفة هذه، حفزت شخص ثاني يقول فكرة جديدة بحيث أن نطلع. فهذا الأصل الذهني كلكم مر عليه في الوطن. طيب، الهدف ليش إيجاب الكلمتين يا أخوان؟ تعريف الوظيفة بأبسط صورة: منع للخلط في الفهم، الحد من الاجتهادات المبنية على الالتباس، استخدام فعل واسم، استخدام فعل يعطي مؤشر الإحساس بالإنجاز، اسم مستخدم، اسم قابل للقياس يعطي مؤشرا كمية للوظيفة، مثلا تحكم بحرارة، ونشوف حرارة الحيز، هذا كم إنارة حيز، الحيز كم، إيش كثر محتاج الإنارة. فمن خلال الأمور هذه أبدأ مما يسهل تحديد العلاقة بين الوظيفة وثمن تحقيقها، وهذا عامل مهم عند البحث عن البدائل. تصنيف الوظائف، قلت لكم وظيفة أساسية، وظيفة ثانوية، وظيفة ثانوية مطلوبة. لتحديد الوظيفة نسأل: هل بالإمكان أن يتم العمل بدون هذه الوظيفة؟ إذا كان الجواب لا، في الوظيفة الأساسية تحكم بحرارة. يعني إذا المكيف هذا ما يتحكم بحرارة هل له فائدة؟ هل يعمل؟ لا. إذا تحكم بحرارة هذه وظيفة أساسية للتكييف. فالحين نبدأ كفريق نوجد بديل يتحكم بحرارة هذا الحيز من خلال التفكير الإبداعي، خطوة خطوة. طيب، تحديد الوظيفة الثانوية، نسأل سؤال: هل بالإمكان تحقيق الوظيفة الأساسية بدون هذه الوظيفة؟ إذا كان الجواب لا، فالوظيفة الثانوية مطلوبة. أعطيكم مثال. سوق تجاري مركزي، الهدف الأعلى من إنشاء سوق تجاري هو تحقيق الربح المالي وزيادة رأس المال، وهناك وظائف كثيرة للسوق وأهمها جذب الزبائن. عشان تحقق ربح لازم تجذب زبائن، جذب الزبائن وظيفة أساسية، إراحة الزبائن، تحكم بحرارة، تحكم مخارج، جمع محلات، إيجاد مواقف، هذه كل هالأمور حتى ثانوية مطلوبة. يا جماعة، في مجمع تجاري ما في مواقف يجذب زبائن؟ صعب جدا انك تحط مجمع تجاري ما في مواقف يجون الزبائن، صعب جدا. بعض
خصوصا في عندنا احنا ما في مترو ما فيها في اوروبا هذه السنه، ففي دولنا اذا ما في باركينج حق المجمع التجاري تاكد انه راح يكون خساره، وصارت في احد المجمعات. طيب لماذا جذب الزبائن وظيفه اساسيه؟ هل سيحقق السوق التجاري الربح بدون جذب الزبائن؟ لا، اذا وظيفه اساسيه. ايجاد مواقف، وظيفه ثانويه مطلوبه، هل بالامكان تحقيق جذب الزبائن بدون ايجاد مواقف؟ لا، اذا ثانويه مطلوبه، وهكذا. وظيفه اساسيه هي التكييف، التحكم بحراره. نجد وظائف ثانويه مثل تسخين هواء، تبريد هواء، تحريك هواء، توزيع هواء، كلها وظائف. هذه يا اخوان لما نقول شنو وظيفه، يبدا بس نطرح سؤال شنو وظيفه، تطلع الامور هذه كلها. احنا ما كنا نفكر انه والله تحكم بحراره، تحكم الامور هذه كلها تنطبق. طيب الاداء الوظيفي يختلف باختلاف الحاله. مثلا نافذه في مجلس المنزل هي اناره المجلس، تحسين منظر